استقبلت أكاديمية الشرطة عددا من طلاب المدارس يرافقهم عدد من طلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك ضمن برنامج نادي النشاط الصيفي الذي تتبناه الجامعة في خطوة لتدريب طلابها على القيادة والتعامل الأمثل مع أطفال المدارس. حرصت أكاديمية الشرطة على استقبال عدد من طلبة إحدى الجامعات وطلاب المدارس، حيث حضروا جانبا من إحدى المحاضرات التي ألقاها مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، وجانبا من تدريبات عملية لطلاب كلية الشرطة. هذا بيأتي في إطار برنامج لاستقبال كافة شباب مصر من الجامعات ومن طلبة المدارس من مختلف الفئات للتعريف بوزارة الداخلية وجهودها ودور أكاديمية الشرطة في إعداد رجل الشرطة من الضباط للقيام بمهام عمله وللدفاع عن هؤلاء الأولاد. لازم يعرفوا المكان اللي بيخرج الضباط اللي بيتولوا المسؤولية للدفاع عن المجتمع. النهاردة أبنائنا الصراحة استمتعوا بالبرنامج اللي احنا عرضنا عليهم فيهم، قدرنا نوصل لهم رسالة ان الشرطة فعلا هي جهاز ونسيج من هذا كيان الأمة. قدرنا نقول لهم ان احنا بنستخدم وسائل العلم الحديث في اجل معرفة الجاني. الجولة شملت مسرح الجريمة وعروض الخيالة ورياضة الكلة بمصاحبة فريق موسيقات الأكاديمية، بالإضافة إلى العروض المتنوعة للاستفادة من الكلاب في أعمال الأمن والحراسة والكشف عن المفرقعات والمواد المخدرة وغيرها من الأعمال، حيث أشاد الزائرون بما شاهدوه خلال الزيارة. من أهم الأهداف بتاعتنا تنمية شخصية الأطفال دول وطبعا طلبة الجامعة، ففكرنا أن حاجة من أهم الحاجات اللي محتاجينها الولاد إن هم إزاي يحسوا بالانتماء أكتر وإزاي نغذي عندهم روح الوطنية أكتر، ففكرنا أن هم ييجوا هنا يشوفوا تدريبات الطلبة في أكاديمية الشرطة، يشوفوا قد ايه هم بيتعبوا، قد ايه الموضوع مش سهل ان هم يعني يحمونا ويدافعوا عنا. كذا حاجه شفناها قدامنا بتورينا قد ايه الالتزام مهمه في حياتنا. التمرينات اللي شفناها في كليه الشرطه ورتنا قد ايه الناس دي بتتعب فعلا وبتجتهد عشان تحمينا. احنا دلوقتي كطلاب في جامعه عرفنا اهميه اللي هم بيعدوا فيه، وكمان الاطفال اللي احنا جبناهم النهارده عرفوا يعني ايه شرطي، هو قد ايه مهم. ياتي ذلك امتدادا لجهود كافه اجهزه وزاره الداخليه لتحقيق الترابط مع المواطنين كافه.